بسم الله الرحمن الرحيم. الضغوط الهيدروستاتيكية على الأسطح المستوية والأسطح المنحنى. عند إنشاء خزان، قد يكون الخزان المنشأ خزان أسطواني كما هو موضح بالصورة لتخزين سائل ما. نجد أن الأسطح الداخلية أو الجدران الداخلية للخزان تتعرض لضغوط هيدروستاتيكية من وجود هذا السائل، فتتولد الضغوط الهيدروستاتيكية على الأسطح نتيجة وجود السائل. الأسطح للخزان منها ما هو سطح مستوي ومنها ما هو سطح منحني، وكذلك عند إنشاء خزانات المياه الأرضية في محطات تنقيات مياه الشرب، فإن جدران وأرضيات الخزان تتعرض لضغوط هيدروستاتيكية نتيجة وجود المياه، وتعتبر الحوائط والأرضيات أسطح مستوية معرضة للضغط الهيدروستاتيكي نتيجة وجود المياه. وعند نقل السوائل المختلفة بنزين أو سولار أو مية، فبيتم عن طريق ناقلات لهذه السوائل، وغالبا ما يكون شكل الفنطاس أو الناقل أقل الجسم الأسطواني، وعليه بتكون الجدران الجانبية أو الأسطح الجانبية عبارة عن أسطح منحني. يمكن تعريف الأسطح المستوية بأنها أسطح ثنائية الأبعاد X و Y، منها ما هو منتظم الشكل زي المستطيل، المثلث، الدايرة، ومنها أسطح مستوية غير منتظمة الشكل. أما الأسطح المستوي المنحنية فأمثلتها كثيرة، وأشهر هذه الأسطح المنحنية الكورة. سطح الكورة كله سطح منحني، المخروط السطح الجانبي له سطح منحني، الأسطوانة السطح الجانبي للأسطوانة سطح منحني. ننتقل الآن إلى أمثلة لبعض الأسطح المستوية وكذلك الأسطح المنحنية لبعض المنشآت المدنية المعرضة للضغوط الهيدروستاتيكية. أشهرها حمام السباحة، حيث تتعرض جدران وأرضيات حمام السباحة إلى الضغط الهيدروستاتيكي الناتج عن المياه الموجودة به. فنجد أن الأسطح الرأسية للخزان تتعرض للضغوط الهيدروستاتيكية، وكذلك الأرضية الأفقية والأرضية المايلة. ومن المنشآت المدنية المشهورة خزانات المياه العلوية. وخزان المياه العلوي يتم استخدام الجزء العلوي المسمى بالحلة أو خزان لحفظ المياه في منسوب عالي لزيادة الضغط داخل شبكات المياه ذو أشكال مختلفة، منها الشكل الموضح أمامنا، وتعتبر أسطحه أسطح منحنية. يبقى عندنا مثال للأسطح المستوية كما هو ظاهر في الصورة، الأسطح لحمام السباحة سواء الحوائط الرأسية أو الأرضيات الأفقية أو الأرضيات المائلة، كما هناك الأسطح المنحنية لخزان أو بعض خزانات المياه العلوية. دلوقتي عندنا جزئين في مسألة الضغوط الهيدروستاتيكية على الأسطح
المستوية والمنحنية. عندنا سائل، والسائل له ضغط هيدروستاتيكي، وعندنا سطح لابد له أن يتحمل هذا الضغط الهيدروستاتيكي بأمان وسلام لسلامة المنشأ. نبدأ بتعريف الضغط الهيدروستاتيكي. سبق وتم إيجاد الضغط الهيدروستاتيكي عند جزيء في سائل يبعد عن السطح السائل الحر المعرض للضغط الجوي مسافة رأسية مقدارها H. الضغط عند هذا الجزيء له ثلاث أمور لابد من معرفتها حتى يتم معرفة الضغط الهيدروستاتيكي معرفة كاملة. رقم 1 الاتجاه، رقم 2 نقطة التأثير، رقم 3 مقدار هذا الضغط. وعليه نجد أن الضغط عند الجزيء في السائل ضغط من جميع الجهات ومتساوي وعمودي وبيؤثر في مركز هذا الجزيء. يبقى الضغط عند جزيء في سائل هو ضغط من جميع الجهات وعمودي ومتساوي ويؤثر في مركز هذا الجزيء أو في النقطة بتاعت الجزيء، ومقداره جاما في اتش، حيث جاما الوزن النوعي للسائل، اتش هو عمق هذا الجزيء عن السطح الحر. وعليه لما نحب نرسم شكل توزيع الضغوط على مستوى رأسي، هنجد ان اول نقطة عند هذا المستوى عند سطح السائل الحر ضغط معرض للهواء الجوي، فيكون الضغط بصفر، ويبدأ الضغط في الازدياد كلما زادت قيمة H، وهي علاقة خطية. ولذلك نجد أن توزيع الضغوط على هذا المستوى الرأسي بياخد شكل المثلث، والضغط عند الجزيء عند أي نقطة على هذا السطح بتساوي جاما في اتش. يبقى الضغط عند اي جزيء عمودي ومتساوي ومن جميع الجهات ويساوي جاما في اتش، كما ان توزيع الضغوط على سطح رأسي بيبقى التوزيع كما هو واضح بالشكل المثلثي، لان العلاقة بي تساوي جاما في اتش هي علاقة خط مستقيم. اللي احنا حصلنا عليه هو شكل توزيع الضغط، بريشر، قوة على مساحة. المطلوب الآن إيجاد قوة الضغط، فورس، قوة اللي هي بتساوي الضغط اللي احنا جبناه مضروب في المساحة المعرضة لهذا الضغط. ومن هنا يبدأ دخول تأثير السطح اللي عندي سواء كان سطح مستوي أو سطح منحني. ولذلك هننتقل الآن إلى إيجاد قوة الضغط الهيدروستاتيكي على الأسطح المستوية. لو خدنا قطاع طولي في حمام السباحة السابق تعريفه، هنجد أن هناك حوائط رأسية، وعندي الأرضيات مستويات أفقية، ويصل بينهم مستوى مايل. احنا دلوقتي عايزين نجيب قوة الضغط الهيدروستاتيكي على الأسطح المستوية الموضحة، منها ما هو رأسي، منها ما هو أفقي، ومنها ما هو مائل. وكمان حاجة، احنا عشان نجيب قوة الضغط لابد ان احنا نجيب ثلاث حاجات: الاتجاه، نقطة التأثير، مقدار قوة الضغط.
ودول الثلاث شروط لتعريف أي قوة: المقدار والاتجاه ونقطة الإيه؟ التأثير. لو احنا عايزين نجيب قوانين لقوة الضغط ومكان تأثيرها، ممكن نجيبها على السطح الرأسي، بس ده سطح يعتبر ذو طبيعة خاصة، ذو وضع خاص، أو المستوى الأفقي برضو ذو وضع خاص. ولكي يكون القانون قانون عام، يبقى ناخد الوضع العام اللي هو يكون المستوى اللي عندي مستوى مايل، والمستوى المايل بزاوية سيتا، إذا كانت سيتا بتسعين درجة يتحول إلى مستوى رأسي، وإذا كانت سيتا بصفر يتحول إلى مستوى أفقي. يبقى إحنا هنجيب قوة الضغط ومكان تأثيرها على سطح مايل، والسطح المايل دوت هو سطح مستوي أيا كان شكله. أول حاجة هنحاول نجيبها هو اتجاه قوة الضغط. بصفة عامة وبصفة أساسية، قوة الضغط عمودية. إذا السطح مايل يبقى قوة الضغط هتكون عمودية عليه. يبقى جبنا اتجاه قوة الضغط عمودي على السطح. نقطة تأثير أو مركز الضغط center of pressure، center of pressure، نقطة التأثير أو مركز الضغط هو الشرط الثاني المطلوب إيجاده. رقم ثلاثة، إحنا عايزين نجيب مقدار قوة الضغط. يبقى هم ثلاث شروط بتوعنا: مقدار واتجاه ونقطة التأثير. للحصول على الثلاثة عندنا أول طريقة هي طريقة القانون العام، وإن شاء الله هنحل بطريقة تانية اللي هي طريقة شكل توزيع الضغوط. خلونا دلوقتي نبدأ بالطريقة الأولى اللي هي طريقة القانون العام. طريقة القانون العام هو قانون هنطبق فيه مباشرة، بنجيب منه مقدار قوة الضغط، يبقى جبنا المقدار. اتجاه قوة الضغط مرسومة وموجودة وعمودية، يتبقى لنا نقطة التأثير أو مركز الضغط اللي هو center of pressure كما هو موضح على الرسم. القانون الأول مقدار قوة الضغط، بي قوة force وهي المطلوبة، جاما الوزن النوعي للسائل، طبعا لو مية بتبقى 1 طن على المتر المكعب، جاما في ايه مساحة السطح المستوي، اذا كان سطح هندسي منتظم الشكل هيبقى سهل ان احنا نجيب مساحته، لو هو حتى شكل غير منتظم فيمكن ايجاد مساحته بطرق متعددة وكثيرة. يبقى بي بتساوي جاما في ايه في واي سي جي. واي سي جي هو بعد مركز الثقل عن سطح السائل الحر، مسافة عمودية، مسافة رأسية. بالحصول على جاما والحصول على المساحة ايه والحصول على واي سي جي، يمكن بسهولة حساب مقدار قوة الضغط بي، ويبقى كده جبنا مقدار قوة الضغط. اتجاه قوة الضغط عمودي على السطح، السطح مايل يبقى قوة الضغط عمودية على السطح. بعد كده هنجيب نقطة التأثير، مركز الضغط واي سي بي، وهو المسافة الرأسية اللي يبعدها مركز الضغط center of pressure. المسافة واي سي بي بتساوي واي سي جي اللي هو سبق تعريفها، اللي هي بعد مركز الثقل عن سطح السائل الحر، زائد اي اكس اكس عزم القصور الذاتي لمحور اكس اكس اللي هو قدامنا الموازي لسطح المايه، لان ده يعتبر مسقط للسطح الايه المايل، يبقى كانه موازي لسطح المايه. في
ساين تربيع سيتا، حيث سيتا هي زاوية الميل. لو زاوية الميل زي ما احنا قلنا سيتا ب90، بيبقى السطح رأسي، ويبقى ساين 90 بواحد، يبقى كأن ملهاش لازمة ولا لها وجود في القانون، هيبقى اي اكس اكس في واحد على المقام. طبعا اذا كان سيتا بصفر هيكون ساين صفر بصفر، وهيتلاشى الترم التاني، ويبقى الواي سي بي بيساوي واي سي جي. نعيد مرة تانية لإيجاد نقطة التأثير. القانون نقطة التأثير واي سي بي بيساوي واي سي جي زائد اي اكس اكس في ساين تربيع سيتا على واي سي جي في ايه، حيث واي سي بي بعد مركز الضغط عن سطح السائل الحر، واي سي جي بعد مركز الثقل عن السطح السائل الحر. ساين تربيع سيتا حيث سيتا زاوية ميل المستوى على واي سي جي سبق تعريفها، والايه سبق تعريفها اللي هي المساحة. قلنا ان اي اكس اكس هو عزم القصور الذاتي لمحور السطح المستوي مارا بالسي جي موازيا لسطح الايه المية، ده العمق واي سي بي. وعليه زي ما احنا قلنا احنا حسبنا دلوقتي القانون العام للمستوى المائي. طيب لو المستوى اللي عندي رأسي، طبعا المستوى المايل بتبقى القوة عمودية عليه. طيب لو السطح عندي رأسي بتبقى القوة اللي عندي أفقية، يبقى السطح الرأسي قوة أفقية. طب لو السطح أفقي تبقى قوة الضغط رأسية، يبقى احنا دلوقتي طلعنا بالقانون العام اللي هو بيحسب مقدار قوة الضغط وبيحسب بعد مركز الثقل عن سطح السائل الحر، واحنا عارفين بصفة عامة وأساسية واتكررت كتير قوي قوي أن الضغط عمودي على السطح. يبقى القانون العام بتاعي بي بتساوي جاما اي واي سي جي، والواي سي بي يساوي واي سي جي زائد اي اكس اكس في ساين تربيع سيتا على واي سي جي في ايه. للتطبيق في القانونين لابد ان يكون المهندس او اللي هيستخدم هذه القوانين على المام ومعرفة تامة بكيفية حساب المساحات، كيفية تحديد مركز الثقل، كيفية ايجاد عزم القصور الذاتي للسطح المستوي اللي عندي. واحنا هنختار أسطح سهلة وبسيطة في التعامل لبيان وتوضيح كيفية تطبيق القانون العام. نبدأ بالمستطيل. مستطيل عرضه بي وعمقه أو طوله اتش، ده قطاع مستقيم. طبعا معروف مركز ثقل المستطيل center of gravity بيبقى هو نقطة التقاء محاور التماسك. إذن مركز ثقل المستطيل عند نقطة تلاقي محوري التماثل، وعليه بيبقى على مسافة بي على الاتنين وعلى مسافة اتش على الاتنين. يبقى كده حددنا مركز ثقل المستطيل. المساحة بي في اتش، الطول في العرض العرض في الطول، دي المساحة. يبقى احنا بنتعامل مع الخصائص الهندسية الأساسية المطلوبة في القانونين، إيجاد مركز الثقل عشان أجيب الواي سي جي، إيجاد المساحة عشان أطبق في البي. يتبقى لنا عزم القصور الذاتي. عزم القصور الذاتي حوالين المحور الموازي لبي، يبقى عزم القصور الذاتي بي في اتش تكعيب على الـ 12.
نسميه اللي هو الافق اي اكس اكس، يبقى بي في اتش تكعيب على ال 12. لو بنجيب اي واي واي الموازي للطول اتش، يبقى عزم القصور الذاتي اتش في تكعيب على ال 12. كلام سهل وكلام بسيط. بمعرفه السي جي بنعرف الواي سي جي، بمعرفه الشكل اللي عندي المستوي اللي هو مستطيل المساحه بي في اتش، يبقى قدرت اجيب الاي، يبقى على طول اقدر اجيب بي يساوي جاما في اي في واي سي جي، وكمان اعرف اجيب الواي سي بي بتساوي واي سي جي، وبقدر اجيب الاي اكس اكس اللي هي بي في اتش تكعيب على ال 12، وعلى حسب السيتا لما قلنا له هو مستوى افقي بيبقى سيتا بصفر، لو مستوى راسي تبقى سيتا ب90، لو مستوى ميل ويميل بزاويه سيتا بنحط الايه السيتا بتاعتنا. تاني شكل مستوي منتظم هو المثلث، عرض القاعدة بي والارتفاع اتش، وخدنا برضو للتسهيل وللتبسيط مثلث متساوي الساقين وقائم بهذا مستوى مثلث متساوي الساقين بهذا الشكل اللي اللي قدامنا. اول حاجة مركز الثقل افقيا على مسافة بي على الاثنين، رأسيا على مسافة اتش على 3 من القاعدة و 2 اتش على 3 من الرأس. يبقى هنا بي على 2 ده من الجانب اليمين او الجانب الشمال، واي بار بتساوي اتش على 3 دي المسافة من القاعدة. المساحة معروفة بي في اتش على 2، بي في اتش على 2 او المعتاد اللي اتقال نص القاعدة في الايه في الارتفاع. عزم القصور الذاتي حوالين المحور اي اكس اكس بي في اتش تكعيب على 36. يبقى احنا دلوقتي بنتعامل بمركز الثقل، المساحه، عزم القصور الذاتي اي اكس اكس وهو الاساس اللي عندنا اللي هو في القانون، عرفناه للقطاع المستطيل والقطاع الايه. نكمل للقطاع الدائري، مركز الثقل هو مركز الدائره، المساحه باي دي سكوير على 4، باي دي سكوير على 4. عزم القصور الذاتي لأي محور باي دي أس 4 على 64. يبقى الحاجات دي حاجات أساسية وسهل التعامل معها. النص دايرة، لأن احنا هنحتاج النص دايرة، بعد مركز الثقل المحور الرأسي محور تماثل يبقى على مسافة نص القطر، المسافة الرأسية يبعد عن القطر أو القاعدة بتاعته مسافة 4 آر على 3 بار، يبقى ده بعد مركز الثقل للنص دايرة 4 آر على 3 بار. مساحة النص دايرة، ما احنا عندنا مساحة الدايرة باي دي سكوير على 4، تبقى مساحة نص الدايرة باي دي سكوير على 4 على 2، باي دي سكوير على 8. عزم القصور الذاتي له القانون بتاعه، وممكن لو احنا بنتعامل مع النص دايرة بتبقى هذا الكلام موجود في مراجع، ممكن نرجع اليها للحاجات اللي هي بتبقى محتاجة حفظ وبتبقى معادلتها طويلة شوية. هنا عزم القصور الذاتي يعني صعب شوية، 9 باي تربيع ناقص 64 في ار اس 4 على 72 باي. يبقى كده اتعامل اربع مستويات مستوية منتظمة الشكل، مستطيل، مثلث، دايرة، نص دايرة. نحاول نشوف امثلة عشان نطبق على الطريقة الأولى لإيجاد قوة الضغط اللي هي باستخدام القانون العام، B يساوي جاما في A في HCG أو YCG، والـ YCB أو الـ HCB بتساوي YCG زائد IXX في ساين تربيع سيتا على A في YCG. عندنا المسألة هنا بتقول A 5 متر ملتبلاي 5 متر سكوير بانل، مستوى عندي ابعاده 5 متر في 5 متر، ووز بليست وذ ووتر، يبقى اتحط فين؟ في ميه.
and its center of gravity was 10 meters from the free surface. يعني مسهل العملية جدا جدا، بيقول لنا انه بعد مركز الثقل بتاع هذا السطح المستوي اللي هو 5 في 5 ده مربع يعني يبعد 10 متر عن سطح السائل الحر. Find the force، هات القوة of the total pressure acting on the surface and the place of its effect. خلي بالكم عندما يطلب او احنا عندما نحتاج الى قوة الضغط على سطح مستوي لازم نعرف التلاتة، مقدار القوة، اتجاهها، وعرفنا ان الاتجاه عمودي، وكمان لازم نجيب بتأثر فين السنتر اوف بريشر. ده دلوقتي السطح اللي عندنا عبارة عن مربع 5 متر في 5 متر، ده السي جي بتاعه اللي هو نقطة التقاء محوري التماثل، وعارفين اللي هو مدهولنا ان الواي سي جي بعد مركز الثقل عن سطح السائل الحر يساوي 10 متر. اذا الكلام ده كله معطى. بنبدأ الاول نقول احنا هنطبق في القوانين بتاعتنا. اول حاجة طبعا احنا عارفين الواي سي جي، اول حاجة القانون بتاعنا معروف، بي يساوي جاما في اي في واي سي جي. يبقى انا عايز اجيب المساحة وعايز اجيب الواي سي جي عشان اقدر اجيب القوة بي. قال انه موجود هذا السطح في مية، المية معروف الجاما 1 طن على المتر المكعب. اذا بجهز لحل المسألة، مسألة بسيطة جدا جدا، فبيبقى عندي الواي سي جي ب10 متر، المساحة 5 في 5 ب 25 متر مربع، الاي اكس اكس بجهزه عشان اطبق في القانون 5 في 5 تكعيب على ال 12 بالنسبه للمربع، مش فارق اي اكس اكس عن اي واي واي، بيساوي القيمه اللي قدامنا 52.083 متر اس 4 لانه طول في طول تكعيب. يبقى كده انا مجهز العناصر بتاعتي اللي احسب بيها الايه مقدار قوه الضغط و بعد مركز الضغط عن السطح السائل الحر. بنطبق في القانون على طول مباشرة، بيتساوي جاما في A في Y سي جي، جاما بواحد، المساحة احنا جبناها 25، الواي سي جي ب10 يديني 250 طن. بعد كده الواي سي بي يساوي واي سي جي اللي هو 10 زائد اي اكس اكس اللي جبناه 52 وهكذا في ساين تربيع سيتا، سيتا ب90 المستوى اللي عندي رأسي، يبقى سيتا ب90 ساين 90 ب1. يبقى بطبق الواي سي بي يساوي 10 اللي هو الواي سي جي، اي اكس اكس اللي احنا جايبينها في ساين 90 اللي هو ب1 على 10 في 25 يديني 10.2083 متر. اذا السي بي يقع تحت السي جي ب 0.2083 متر. طبعا مثال سهل ومثال بسيط وتطبيق مباشر، وغالبا القانون العام لحساب قوة الضغط على الأسطح المستوية هو تطبيق مباشر تماما. نحل مسألة أخرى. A circular area، عندي سطح مستوي على شكل إيه؟ دايرة، مساحة of diameter دي، القطر بتاعه دي is vertical، اتحط برضو رأسي، and submerged in a water، برضو حطيناه جوه مية، its upper edge، its upper edge الدايرة دي، السطح الدائري دوت، الحافة العلوية بتاعته is consistent with the water surface as shown in figure. يعني اتحط المستوى السطح بتاعي اللي هو دائرة بحيث ان الحافة العلوية بتاعته تبقى ماشية مع سطح الايه المية كما هو موضح ايه بالرسم. بيقول derive an expression for the force exerted in it، هات قوة الضغط اللي بتأثر عليه وهي قوة عمودية، عمودية على سطح الايه الدايرة، يعني كأنها رايحة للايه السنتر اوف ايه بريشر. يبقى هو عايز
مقدار القوة and the depth of its center of pressure، حتى من غير ما يقول عشان نستكمل ونجيب قوة الضغط على السطح المستوي لابد من المقدار والاتجاه ومكان التأثير. القانون برضو هو هو، بيتساوي جاما في A في Y سي جي، يبقى لازم نحضر المساحة ونحضر ال Y سي جي. واضح من الرسمة ان المساحة بتاعت الدايرة باي دي سكوير على 4، سهلة بسيطة. طيب بعد مركز الثقل، ما احنا الحافة العلوية بتاعت الدايرة ممسية لسطح المي، اذا السي جي يبعد نص القطر، يبقى واي سي جي بيساوي دي على الاثنين. جبنا المساحة باي دي سكوير على 4، جبنا الواي سي جي بدي على الاثنين، اطبق المعادلة مباشرة. قوة الضغط يبقى ده مقدار قوة الضغط بيساوي جاما اللي هي بتاعت السائل اللي هي المية، 1 طن على المتر المكعب، في المساحة اللي هي باي دي سكوير على 4، في الواي سي جي اللي هي دي على الاثنين، يطلع الناتج جاما في باي في دي تكعيب على 8، ويبقى كده جبت مقدار قوة الضغط. نروح نجيب الواي سي بي. الواي سي بي بيساوي واي سي جي زائد اي اكس اكس ساين تربيع سيتا على واي سي جي في A. نجيب الاي، ما هو الاي دي دايره، يبقى باي دي اس 4 على 64. نطبق الواي سي بي بيساوي واي سي جي اللي هو دي على الاثنين زائد اي اكس اكس اللي هو باي دي اس 4 على 64 على الواي سي جي دي على الاثنين، المساحه باي دي سكوير على 4 ساين تربيع سيتا، السيتا ب 90، ويبقى عندي الواي سي بي بيساوي 5 دي على 8. كده يبقى خلصنا الطريقة الأولى، إيجاد قوة الضغط مقدارا واتجاها ونقطة التأثير بالطريقة الأولى اللي هي طريقة القلعة. نروح للطريقة الثانية، طريقة توزيع الضغوط. لو انا عندي خزان وهذا الخزان به سائلين لا يمتزجان، بنستفيد من الكلام النظري اللي احنا خدناه قبل كده ان السائلان اللذان لا يمتزجان جاما واحد وجاما اتنين، السطح الفاصل بينهم سطح افقي اللي هو مكتوب عليه رقم واحد. يبقى انا عندي دلوقتي سائلين السطح الفاصل بينهم افقي. السائل الاول الوزن النوعي بتاعه جاما واحد، عمقه اتش واحد. السائل السفلي الوزن النوعي بتاعه جاما اتنين وعمقه اتش اتنين. طبعا جدير بالذكر ان جاما اتنين اكبر من جاما واحد. السائل الاخف بيكون اعلى، السائل التقيل بيكون أسفل. يبقى دي ملحوظة برضو مهمة. طريقة توزيع الضغوط، أنا عايز أطبق معادلة الضغط اللي هي بي بتساوي جاما في اتش، اللي هو شكل توزيع الضغوط، اللي هو لو أنا ببتدي من السطح السائل الحر بيبقى توزيع الضغط مثلث. طيب نجيب توزيع الضغوط على مستوى رأسي، ناخد احد الجوانب بتاعت الخزان اللي عندي واعتبرها دي طم رأسي واحاول اجيب شكل توزيع الضغوط عليها. نبدأ بالسائل الاولاني اللي هو جاما واحد واتش واحد، هيبقى شكل توزيع الضغوط شكل مثلثي. الضغط عند السطح العلوي بصفر، عند السطح الفاصل ما بين الاتنين الضغط بي واحد بيساوي جاما واحد اتش واحد. هنا بقى نبتدي نتذكر ما سبق دراسته، قانون باسكال. قانون باسكال بيقول اذا تم التأثير على سطح سائل فان هذا الضغط ينتقل في السائل دون زيادة او نقصان. اذا عندي السائل اللي هو الوزن النوعي بتاعه جاما 2،
عليه ضغط على السطح بتاعه جاما واحد اتش واحد. إذن لابد أن ينتقل هذا الضغط في السائل دون زيادة أو نقصان. يبقى عندي الضغط هيمشي ثابت بقيمة جاما واحد اتش واحد ويأثر على الجدار الرأسي بهذه القيمة. يبقى المثلث الأول ده نتيجة الضغط الهيدروستاتيكي للسائل جاما واحد اللي الوزن النوعي بتاعه جاما واحد على السطح الرأسي الجانبي اللي هو قيمته جاما واحد اتش واحد. الضغط اللي بعد كده ده نتيجة وتطبيقا لقاعدة باسكال في انتقال الضغط اللي بيأثر على سطح سائل إلى جميع أجزاء السائل دون زيادة أو نقصان. بعد كده بنروح للسائل اللي هو الوزن النوعي بتاعه جاما 2 ونتعامل معه من جديد خالص. هيبقى شكل توزيع الضغوط عندي مثلث بادئ برضه فوق من الصفر. هو حقيقة الضغط هنا مش بصفر، الضغط هنا بجاما واحد اتش واحد اللي هو قاعدة المثلث العلوي اللي هي انتقلت داخل السائل عندي بجاما واحد اتش واحد. ويبقى عندي الضغط عند نهاية الخزان، عند نهاية الخزان باتنين بيساوي جاما واحد اتش واحد اللي هو جاي من لونه برتقاني وجاما اتنين اتش اتنين اللي هو ناتج عن المثلث الازرق. ده شكل توزيع الضغوط لسائلين لا يمتزجان موجودين بالشكل اللي قدامنا في هذا الخزان. كده يبقى احنا قدرنا نرسم شكل توزيع الضغوط. من شكل توزيع الضغوط دوت ممكن بقى اجيب قوة الضغط. هنجد ان قوة الضغط هنا هي تجميع لمجموعة لقوة الضغوط. نمسك المثلث الاول، قوة الضغط عنده اف واحد رقم واحد، القوة اف واحد عمودية على السطح، يبقى ده الاتجاه. رقم اتنين، اين تؤثر القوة اف واحد؟ ده شكل توزيع الضغوط عندي مثلث، إذن بتأثر على مسافة تلتين اتش واحد من فوق أو المسافة اللي احنا هنسميها واي واحد من الايه القاعدة. تاني هنجيب قوة الضغط الناتجة عن المثلث اللي هو في السائل اللي وزنه النوعي جاما واحد، دي قوة الضغط. تبعد عن سطح السائل الحر تلتين اتش واحد. طيب خلينا الأول قيمة اف واحد بتساوي ايه؟ قيمة اف واحد هنا هتساوي حجم شكل توزيع الضغوط. حجم شكل توزيع الضغوط انا قدامي الشكل اللي قدامي مثلث في عرض الحائط الرأسي بي، يبقى انا لو جبت المساحة بتاع المثلث وضربتها في بي يبقى انا بجيب حجم شكل توزيع الضغوط. لو ضربته في جاما هيديني قوة الضغط اف واحد. اذا قوة الضغط اف واحد بتساوي جاما واحد اتش واحد اللي هي قيمة الضغط عند قاعدة المثلث في ارتفاع المثلث اتش واحد على الاتنين في العرض ايه بي. تاني قوة الضغط اف واحد بتساوي مساحة المثلث جاما واحد اتش واحد في اتش واحد على الاتنين في عرض السطح المستوي الرأسي دي اللي هو العرض بي، يديني قوة اف واحد. أين تؤثر اف واحد؟ قلنا على مسافة تلتين اتش واحد من فوق أو واي واحد. طب ما هي نفس الكلام وبسهولة، واي واحد بتساوي اتش اتنين زائد تلت اتش واحد أو تلت اتش واحد لحد السطح الفاصل زائد اتش ايه اتنين. إذا واي واحد بتساوي اتش واحد على التلاتة زائد اتش اتنين. بعد كده هنبتدي بنفس الطريقة، هنجيب اف اتنين وهنجيب اف تلاتة. لان انا عندي قوة اف اتنين بتأثر على المستطيل البرتقالي واف تلاتة بتأثر على
الايه او محصلة شكل توزيع اللي هو المستطيل البرتقاني، و اف 3 محصلة شكل توزيع الضغوط اللي هو باللون الازرق. اذا جبنا اف 1 برضو بنفس الطريقة دي، القوة اف 2 موجودة فين؟ في نص المستطيل اف 2، لان هنا شكل التوزيع بتاعي بتاع الضغوط شكل منتظم، مستطيل منتظم، وبيأثر فين؟ في نص اتش 2 من ايه؟ من تحت. يبقى عندي اف 2 بتساوي الاوردينيت بتاع المستطيل جاما 1 اتش 1 في الارتفاع اتش 2. يبقى اف 2 مقدار قوة الضغط اف 2 بتساوي جاما 1 في اتش 1، ده العرض في اتش 2 اللي هو الطول في العرض بتاع المستوى الرأسي بي. بتأثر فين؟ على مسافة واي 2، واي 2 نص اتش ايه 2. آخر قوة عندي هي القوة اف 3. قوة اف 3 محصلة القوة بتاعة شكل توزيع المثلث الأزرق على السطح الايه المستوي، بتساوي ايه؟ جاما 2 في اتش 2، ده الضغط عند القاعدة بتاعتها، في اتش 2 الارتفاع على ال 2 يدي مساحة المثلث في بي. بتأثر فين؟ على مسافة واي 3 تلت اتش 2، تلت اتش 2. إذا قدرنا نرسم شكل توزيع الضغوط من خلال القاعدة المبسطة بتاعة الضغط بي يساوي جاما في اتش، واستخدمنا قاعدة باسكال، واستخدمنا السطح الفاصل ما بين سطحين لا يمتزجان، سطح ايه؟ افقي. وببساطة شديدة قدرنا نحسب كل اف 1 كمقدار ومكان تأثير من القاعدة، اف 2 كمقدار ومكان تأثيرها من القاعدة، اف 3 وهكذا. طيب انا بقى لو عايز اجيب المحصلة بتاعت هذا الضغط الكلي، سهلة، القوة اف بتاعتي المحصلة بتساوي اف 1 زائد اف 2 زائد اف 3، يبقى محصلة قوة الضغط الكلية اللي هي بتاعت السائلين دولت على السطح الرأسي المستوي هي مجموع الضغوط اف 1، قوة الضغوط اف 1 واف 2 زائد اف 2 زائد اف 3. طب بتأثر فين؟ برضو سهل، بتأثر على مسافة رأسية هنسميها واي بار. بتساوي ايه المسافة واي بار؟ بتساوي واحد في واي واحد زائد اف اتنين في واي اتنين زائد اف تلاتة في واي تلاتة على اف، يديني المسافة الايه الرأسية. ودي مطلوبة منكم ان انتوا بعد هذا الكلام وبعد هذا التطبيق تحاولوا تجيبوها بنفسكم، ازاي تجيب مقدار قوة الضغط الكلية اللي هي F بتساوي F1 زائد F2 زائد F3 ومكان تأثيرها اللي هو Y بار المسافة الرأسية بتاعتنا اللي هي بتساوي F1 في Y1 زائد F2 في Y2 زائد F3 في Y3 على مجموع هو اللي هي F. ويبقى كده خلصنا الطريقة هي طريقة توزيع الضغوط. تعالوا بقى نطبق عليها ونحل مسألة عليها. Side of the tank، عندي جانب من جوانب خزان 6 متر وايد، 6 متر وايد يعني العرض بتاعه الاتساع بتاعه 6 متر، يبقى بي ب 6 متر. ووتر ان ذا تانك هايت، في ميه في التانك ارتفاعها 3 متر، يبقى ارتفاع الميه عندي 3 متر. فايند ذا توتال بريشر فورس اكتنج اون ذا سايد اند بليس اوف امباكت. قلنا يا جماعة قوة الضغط يبقى لازم أجيب المقدار الاتجاه نقطة التأثير. لو احنا بنرسم شكل التوزيع هنفترض ان عمق المية عندي اللي هو 3 متر اللي هو H1، يبقى H1 بتساوي 3 متر. طبعا العرض هنا مش باين قدامنا اللي هو البي اللي هو 6 متر. شكل توزيع الضغوط بيبقى شكل مثلثي بيبدأ بالصفر وينتهي عند القاعدة كما هو معروف بجاما واحد اتش، اسف جاما اتش واحد، هو سائل واحد جاما اتش واحد.
تعالوا نحل المسألة بطريقة توزيع الضغوط. يبقى شكل توزيع الضغوط قدامنا، الضغط عند القاعدة جاما اتش واحد، الارتفاع 3 متر، العرض 6 متر. يبقى هنجيب قوة الضغط عندي بي واحد بتساوي ايه؟ ما احنا قلنا مساحة المثلث في العرض بي اللي هو بنعبر عنه حجم شكل توزيع الضغوط مضروب في جاما. يبقى عندي جاما في قاعدة المثلث جاما اتش واحد، يبقى جاما اتش واحد في الارتفاع اتش واحد على الاتنين لانه مثلث في العرض بي. نعوض بالارقام، يبقى جاما اللي هي بواحد اتش واحد بتلاتة، يبقى تلاتة في تلاتة على الاتنين في ستة، يديني 27 طن. اذا مقدار قوة الضغط بي واحد 27 طن. بديهي وسهل جدا جدا بمجرد النظر نعرف هي بتأثر في ايه، يعني الواي سي بي بتاعها. طب ما احنا عارفين على مسافة تلت القاعدة، تلت اتش واحد من القاعدة او تلتين اتش واحد من سطح السائل الحر. اذا واي سي بي بيساوي تلتين الارتفاع، الارتفاع تلاتة، يبقى تلتين التلاتة 2 متر. خلصت المسألة، جبنا قيمة قوة الضغط بي واحد طلعت 27 طن، وجبنا الواي سي بي طلع 2 متر. هذا الكلام بطريقة توزيع الضغوط. طب نحاول نتأكد من الحل بتاعنا ونتأكد من طريقة اللي هي الطريقة الأولى اللي هي طريقة القانون العام. هل الطريقتين بيأدوا أو بيوصلونا لنفس النتيجة؟ تعالوا نشوف طريقة القانون العام. عشان احل بطريقه القانون العام لازم اعرف مكان السي جي. ما ده مستطيل معرض للضغط، ارتفاعه 3 وعرضه 6 متر، السي جي اهو في نص التلاته، يبقى عندي واي سي جي بواحد ونص. واي سي جي بواحد ونص بعد مركز الثقل بتاع المستطيل بتاعي اللي ارتفاعه 3 والعرض بتاعه 6. طيب السطح عندي مستطيل مساحته 3 في 6 يديني 18 متر، اذا واي سي جي بواحد ونص والمساحه 18 متر مربع. طبق في القانون العام، بي يساوي جاما في ايه؟ في واي سي جي. جاما بواحد، المساحه 18، الواي سي جي بواحد ونص، طلعت 27 طن. نفس اللي الناتج بتاع طريقه توزيع الضغوط. نجيب الواي سي بي، عشان نجيب الواي سي بي نجهز الاي اكس اكس. اي اكس اكس هنا اللي هو مار المحور اكس اكس بتاعي، هو المار بالسي جي وموازي لسطح الايه الميه، يعني بيبقى موازي للسته، يبقى 6 في 3 تكعيب على 12 يديني 13 ونص. يبقى ده اي اكس اكس. واي سي جي عندي بواحد ونص، والمساحه عندي ب 18 متر ايه مربع، والسطح ايه راسي، يعني ساين 90 بواحد. ممكن اكتبها في القانون وممكن ما اكتبهاش. تعالوا نجيب الواي سي بي، بيساوي واي سي جي اللي هو واحد ونص زائد اي اكس اكس اللي احنا جبناها ب 13 ونص في ساين تربيع سيتا اللي هي بواحد، على الواي سي جي برضه بواحد ونص في المساحه 18، يديني الواي سي بي 2. اذا طريقه القانون العام بتدي نفس القيم زي طريقة توزيع الضغوط، أو طريقة توزيع الضغوط بتدي نفس القيم لطريقة القانون العام. هنا نبتدي نقول حاجة مهمة جدا جدا جدا. طريقة القانون العام صالحة لجميع الأسطح المستوية أيا كان شكلها، مستطيل، مربع، مثلث، دايرة، شكل غير منتظم، رأسية، أفقية، ميلة. قانون عام غير مرتبط لا بشكل منتظم ولا غير منتظم، ولا مرتبطة بالشكل مستطيل ولا دايرة ولا مثلث. أما طريقة توزيع الضغوط فلها شرط خاص، اللي هو ان يكون السطح المعرض للضغط ذو عرض ثابت. اذا طريقة توزيع الضغوط لا تصلح للسطح المستوي الدائري، لا
لانه مش عرض ثابت، ولا للمثلث لانه عرضه مش ثابت، ولا للشكل الغير منتظم. اذا طريقه توزيع الضغوط لا تنطبق الا على السطح المستوي المستطيل او المربع، هما الشكلين دول فقط لا غير اللي لهم عرض ثابت. بعد كده هنتكلم على الضغوط او الضغط الهيدروستاتيكي على الاسطح المنحنيه. يبقى احنا خلصنا الضغوط على الاسطح المستويه، وعرفنا في الضغوط على الاسطح المستويه ازاي بنجيب قوه الضغط بالقانون العام، وازاي بنجيب قوه الضغط بشكل توزيع الضغوط بالطريقتين اللي احنا شرحناهم. تعالوا بقى دلوقتي نجيب قوه الضغط ونشوف الضغط الهيدروستاتيكي على الاسطح المنحنية اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هو السطح الجانبي للأسطوانة أو السطح الجانبي للكرة. هنبتدي دلوقتي نقول إن أنا عندي سطح مستوي، سطح منحني AB، سطح منحني AB، والسطح اللي قدامي اللي هو AB مع نقطة المركز بتاعتنا اللي هو الجزء اللي على اليمين ده ربع دايرة، أي أن السطح اللي موجود عندي ربع أسطوانة، والأسطوانة دي عرضها ثابت وليكن B. يبقى هنا السطح المنحني بتاعي AB دوت هو سطح من ربع دايرة، اللي هو السطح اللي أمامي دوت، والعرض بتاعه إيه؟ بير بي. عشان أتعامل مع الضغط الهيدروستاتيكي على الأسطح المنحنية ليست هناك قوانين جديدة، مفيش قوانين جديدة، بس في طريقة لحساب الضغوط على الأسطح المنحنية باستخدام شكل توزيع الضغوط أو باستخدام القانون العام. تعالوا نشوف ازاي انا هجيب الضغط الهيدروستاتيكي على السطح المنحني AB. طبعا زي ما قلنا مفيش قانون هيجيب لي الضغط على السطح المنحني مباشرة، اذا لازم اتعامل معاه هندسيا. ازاي هحول السطح المنحني AB دوت الى سطح مستوي؟ ازاي؟ يبقى لازم اتعامل مع المساقط كأني بتعامل معاه رسم، يعني اجيب المسقط بتاع AB. تعالوا نجرب كده ونشوف. هنجيب المسقط الرأسي ل AB، ده كده المسقط الرأسي ل AB. يبقى النقطة A اسقطناها بإيه شرطة، والنقطة B في مكانها، يبقى حولنا AB اللي هو سطح منحني إلى سطح رأسي A شرطة B. طيب السطح ده بقى مستوي AB، وطبعا ارتفاعه نص القطر R، يبقى الارتفاع بتاعه معروف. العرض بتاعه قلنا دي اسطوانة، يبقى العرض بتاعه B. هبتدي هنا اتعامل مع السطح الايه؟ الرأسي. يبقى الضغط هيبقى ضغط ايه؟ افقي. عشان كده كتبنا اولا احنا هنحسب الضغط الايه؟ الافقي. يبقى انا حولت السطح المنحني AB الى سطح مستوي رأسي A شرطة B، وابتدي اتعامل معاه. ممكن هنا بقى اتعامل مع السطح A شرطة B اللي هو ارتفاعه R والعرض بتاعه B بالطريقتين بقى، يا اما بشكل توزيع الضغوط يا اما بالقانون العام. من الاسهل ومن الابسط هنا ان انا اتعامل بشكل توزيع الضغوط، يبقى على طول ده شكل توزيع الضغوط على السطح الرأسي A شرطة B، طبعا مثلث. قيمة الضغط تحت جاما في ار، ما كده يبقى سهل جدا جدا. يبقى قوة الضغط عندي اللي هو الضغط الافقي، الضغط الافقي اللي هو اف هوريزونتال في مسافة التلت من القاعدة والتلتين. اذا اول حاجة عرفناها مكان تأثير قوة الضغط الافقي على مسافة تلتين ار من السطح او تلت ار من القاع. طب كلام جميل جدا جدا، يبقى عرفنا اتجاه القوة اف
هوريزونتال قوى أفقية تابعه بتأثر على مسافة تلتين آر من فوق أو تلت آر من تحت. طيب قيمتها كام؟ ما احنا بطريقة توزيع الضغوط هتبقى جاما آر في آر على الاتنين في العرض بي، يبقى أنا جبت الإف هوريزونتال. خلصت، أبسط وأسهل. يبقى مقدار القوة بتاعة الضغط الأفقي اف هوريزونتال جاما في ار على 2 في بي، ده المقدار. الاتجاه قدامنا هي افقيه، بتاثر فين؟ في التلت من تحت والتلتين من فوق. وخلصت، يبقى جبنا مقدار القوه الافقيه. بس احنا عايزين مقدار قوه الضغط على السطح المنحني، احنا اتحايلنا عليها وحولنا السطح المنحني الى سطح ايه؟ راسي. يتبقى لينا القوه الراسيه. طب ما القوة الرأسية دي سهلة، القوة الرأسية دي وزن المية الموجودة في ربع الأسطوانة، اللي هو يمثله في المسقط قدامنا ربع دايرة A B A شرطة، ده ربع دايرة. في العرض B يديني ربع أسطوانة. طيب ما هو ربع الأسطوانة دوت جواه مية، حجمها إيه؟ مساحة الربع دايرة في البي. وبيأثر فين؟ بيأثر في مركز ثقل الربع دايرة. والقوة بتاعتي ايه؟ قوة وزن. يبقى من أعلى إلى أسفل. كل الكلام ده بيعتبر كلام بديهي، إن عندي ربع الأسطوانة المليان مية، القوة الرأسية بتاعته هي وزن المية اللي موجودة فيه وعليه. يبقى القوة الرأسية بتاعتي اللي هو الضغط الرأسي اف فيرتيكال، بتأثر طبعا رأسية، بتأثر فين؟ في مركز الثقل. هنا احتاجنا لمركز الثقل بتاع الربع دايرة، 4 ار على 3 باي. الربع دايرة كأنها لو تكملها الربع دايرة اللي فوق نص دايرة، يبقى على مسافة 4 ار على 3 باي. إذا القوة الرأسية اللي عندي بتأثر من أعلى إلى أسفل، تبعد عن المركز 4 ار على 3 باي. طب قيمتها ايه؟ سهلة بقى، اللي هو بنقول عليها مساحة الربع دايرة في العرض ايه بي يديني الحجم مضروب في جاما. اذا اف فيرتيكال اللي هي الجاما في الفوليوم، جاما في مساحة الربع دايرة باي ار تربيع، مكتوبة هنا غلط، جاما باي ار تربيع، نصلحها ان شاء الله، باي ار تربيع على الاربعة. يبقى هنا المساحة باي ار تربيع على الاربعة في بي. يبقى كده جبنا القوة الايه؟ الرأسية. يبقى جبنا المقدار والاتجاه ونقطة التأثير. الاتجاه من اعلى الى اسفل، المقدار جاما في باي ار تربيع على الاربعة في بي، تبعد 4 ار على 3 باي. طيب كده نجحنا بسهولة وببساطة جدا، والمسألة سهلة جدا جدا، حساب الضغط الهيدروستاتيكي على الأسطح المنحنية بتحويل الأسطح المنحنية إلى سطح رأسي، بجيب عليه القوة الأفقية وبعدين بجيب مركبة الوزن. يبقى أنا جبت القوة الأفقية اف هوريزونتال واف فيرتيكال، وجبت أماكن تأثيرهم، وجبت كمان اتجاههم. فين بقى القوة اللي أنا عايزها اللي هي قيمة الضغط الكلي المحصلة؟ طب ما هي سهلة، المحصلة F عبارة عن الجذر التربيعي، ال F هوريزونتال تربيع زائد F فيرتيكال تربيع. كلام جميل، يبقى أنا جبت مقدار قوة الضغط الكلي. يتبقى الاتجاه ونقطة التأثير. نخلي بالنا أوي أوي من الاتجاه ونقطة التأثير. الاتجاه عمودي، الاتجاه عمودي، عمودي على السطح. إذا عمودي على السطح AB، وكل عمودي على السطح AB اللي هو من الربع دايرة يبقى لازم يمر المركز اللي هي النقطة A شرطة. يبقى دي النقطة دي لازم يمر بيها المحصلة. وكمان حاجة تانية مهمة، نقطة التقاء F هوريزونتال مع F فيرتيكال لابد أن تمر بها المحصلة. إذا المحصلة تمر هنا بنقطتين، بالنقطة A شرطة وبنقطة التقاء F فيرتيكال مع F
هوريزونتال، وعليه بتبقى القوة اف مرة بالنقطتين، اهي مرة بالنقطتين، مرة بإشارة، مرة بالنقطة إشارة، ومرة بنقطة الالتقاء. إذن هي عمودية على السطح. وبكده يبقى جبنا مقدار القوة F اللي هي بتساوي الجذر التربيعي F هوريزونتال تربيع زائد F فيرتيكال تربيع. جبنا المقدار، جبنا الاتجاه عمودي على السطح، جبنا نقطة التأثير مرة بالنقطة ومرة بنقطة الالتقاء. ويبقى بكده احنا حسبنا مقدار قوة الضغط الهيدروستاتيكي على الأسطح المستوية والأسطح المنحنية، وجبنا قوة الضغط يعني المقدار وليت نقطة التأثير بطريقتين، طريقة القانون العام بي يساوي جاما ايه في واي سي جي، ومكان التأثير واي سي بي بيساوي واي سي جي زائد اي اكس اكس ساين تربيع سيتا على ايه في واي سي جي. ده القانون العام، وجبناه كمان بطريقة شكل توزيع الضغوط. وبكده يبقى انتهى الموضوع. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تمنياتي لكم